كلمة أخيرة من حضراتكم، من كل واحد من حضراتكم لجمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الزمالك. كابتن عصام. لا الجمهورين الكلام واحد، عيش حالة التحفيل، وزي ما كنت بقول للأستاذة إنجي اللي بقت سابقانا في الرياضة، ما حدش طالب منكم يعني كرة دايت، لكن في عدم سبة ضربة كسرة، مش عشان بره وبس، في أي مكان في العالم اللي ليك إنك لا تتمنى فوز الآخر، ولا حتى هو بيلعب حد غيرك، ده زي كل العالم، ما بتوع برشلونة لما بيروحوا يلعبوا ريال مدريد، ريال سوسيداد بيروح وراهم علنا، رحنا مع الزمالك تلاقي بتوع الافريقي جايين مع بتوع الزمالك هيلعبوا الترجي، رحنا مع الاهلي هيلعب الافريقي الترجي بيروح مع الاهلي علنا، وصحافي قابل صحافي، لكن بعيدا عن سبه كسره ضربه شتمه، ده ما ينفعش، لازم تلغوه من القاموس، ولازم كمان اللي يقعد جنبك في استاد الكره وانت رايح ترفع عن نفسك حتى لو انت رجل يعني ذو فكر ذو راي، يبقى بيضحك عليك لو قالك ان ده ملعب رأي او شيء، ده لو كان صح اصلا قول له يروح الملعب بتاع الرأي لو هو يعني جدع كده، انك انت جاي ترفع عن نفسك وترفع قوتك الناعمة لأقصى درجاتها، وديك شايف ما شاء الله الإخوة هناك الأشقاء لازم نشكرهم لأنهم هم اللي انتصروا لنا على بتوع الزو، ها خلوه يعرف مين القديم ومين الجديد ومصر يعني وليد. ايه دي الدول بقى، دي الدول وليد الفراج بمسؤوليها، انما صحافي ودمك خفيف ماشي، انما اديك شفت لما بيبقى مسؤولين كبار من الدولتين، شوف ازاي خدوا البطوله، اشتروا حقوقها، كلام جميل جدا، ولا عندنا غير ان انت تظهر بهذا المظهر المشرف، مش بس هناك لان هناك الهيئه القوانين حاكمه في الملاعب الرياضيه، لكن هنا كمان يا عم عشان الملعب يرجع يتملي، الملعب ده فكهتك، الكرة صناعة أمن قومي وصناعة بهجة أساتذة اللي بيديروا الكرة، ما تسيبوش الجمهور كده وفي الآخر تطلعه هو اللي تشيطنه هو، لا حط له قانون أما يبقى يكسره يبقى وريله العين الحمراء والصفراء والبيضة والخضراء وكل العيون اللي تعجبك يعني، يعني ده اللي أقدر أقوله، وأنا واثق إن الجمهور لأنه ما فيش حملات توعية ما بياخدش باله، وشباب صغير كل فين أنتوا يا أساتذة إدارة الكرة زي مؤسسات الدولة زي الشركات الوطنية التذكرتي زي القنوات اللي بقت بتشتري لكم حقوق، ما دول جايين روافد تساعدكم، فين انتم من انك تمنع ها الاطفال اللي هم سن الرشد زي ملاعب اوروبا اللي انت فاكرها سيد احمد داع ما يخشش ده الا مع ولي امره، فين انت من القرار ده؟ لازم نقول لكم اللي ليكم واللي عليكم، وباذن الله الماتش هناك هيبقى في حته تانية باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوف كده ماتش مشرف. كل حد يعمل الواجب اللي عليه. هيئه الترفيه اختارت وحسنا انها اختارت الاهلي والزمالك ونهائي كاس مصر. الحقيقه عاملين هيئه الترفيه مجهود محترم. لا وبرضه هو اختيار عن جداره الحقيقه، يعني خير ختام لموسم الرياض الخامس هو هذه اللقطه الجماهيرية الرائعة اللي هي مباراة بين الأهلي والزمالك. بنقول بقى كل واحد عمل اللي عليه، الأهلي بيستعد، الزمالك بيستعد، الاتنين كل واحد عاوز يكسب، احنا بنقول للجمهور اعمل اللي عليك، يعني اعمل الهوم ورك بتاعك ان انت تشجع باحترام، من حقك ان انت تتمنى فوز فريقك وتتمنى الهزيمة للفريق الآخر، لكن بمجرد ان تنتهي المباراه انت بتسقف، يبقى عندك روح رياضيه، عندك روح رياضيه، لانه الفوز في الملاعب ليس اقف عند دي بقى الفوز في الملاعب ليس في كل ملاعب العالم من 10 سنين يحظر على فريق ان يغادر الملعب قبل ما يسلم على طبعًا الاخر طبعًا. ويقفوا هما الاثنين الفائز والخاسر يعملوا كده الجمهور. هل القاعده دي بتطبق في دورياتنا؟ كل شيء زي مش هنقول الجواز بقى كل شيء بالخناق الا الرياضه بالاتفاق، الا الرياضه بالاتفاق او الفوز بالاتفاق، لكن ان احنا فعلا كل واحد عاوز يكسب بالعافيه لا، ده امر مرفوض، ويجب ان يكون فعلا زي ما الاستاذ عصام قال نعود احنا جمهورنا من هنا من خلال اتحاد الكوره والعقوبات على معاقبه اكبر واحد. طبعا طيب كريستيانو رونالدو عمل حركه عندها مره في قرارات لكن بعدها ما قدروش بقى يعني، لكن اعمل بقى لازم تطبق
القوانين على الجميع. طيب في النهاية يعني الأهلي طلع قائمة اللعيبة اللي هتسافر السعودية: حراسة المرمى مصطفى شوبير، محمود الزنفولي، مصطفى مخلوف، خط الدفاع محمد هاني، عمر كمال، أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، خالد عبد الفتاح، خط الوسط عمر السلية، مروان عطية، أحمد كوكا، محمد أفشة، إمام عاشور، كريم ندريد، وخط الهجوم كريم فؤاد، حسين الشحات، رضا سليم، طاهر محمد، بيرسي تاو، ومحمود كهربا وموديست. زي ما حضراتكم قلت اشكركم. شكرا جزيلا، نورتونا بجد. اثنين من النقاد الرياضيين انا بحبهم جدا، نقاد رياضيين كبار يعني عندهم يعني اراء تحترم وتستحق ان احنا نتوقف عندها. كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ومستشار تحرير القاهره 24 نورتنا، وكابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير جريده اخبار الرياضه الاسبق، اشكرك نورتنا. 90 دقيقة في الملعب هتكون الفيصل لحسم لقب الكاس، 90 دقيقة جهد وعرق واستماتة على الكورة، 90 دقيقة توتر وخوف مع كل هجمة وهجمة تانية، توتر اللذيذ والتوتر الجميل بالظبط. أيا كان مين اللي هيرفع الكاس المهم، قد تمتد المباراة ل 30 دقيقة على شوطين وقت إضافة بالظبط، وبرضه من خلال برنامج الحكم هيبقى فرجة لوحده. هذا الرجل ليه ماتشات كده بوقت قادمة لا وعضلات كانت الأقوى والفتوانة دي حقيقية لكنه بقلب طفل، لانه حتى بيسالني قلت له ما ربنا لا يمكن يعمل هذا الجبروت ويخليه قلبه جامد كمان. محدش هيملى عينه. مين هيكسب؟ مين هيرفع الكاس المهم اللي مش عاوزين نغيره؟ مش مهم مين هيرفع الكاس، بس المهم ان احنا نشوف مباراه حلوه، مباراه فيها نديه وشراسه كرويه نظيفه وجميله ولعبه جميله ما فيهاش دايت، مباراه تليق باسم مصر وتليق بالبطوله الاعرق في تاريخ الكره المصريه. اللي هيفوز هنقول له مبروك، واللي ما توفقش هنقول له هارد لك. اشكركم شكرا جزيلا، بكره مصر جديده ان شاء الله.